احيي استاذي. هذا اللقاء هو من تنظيم جامعة المبدعين المغاربة، وهو لقاء يعني شهري يخصص لشخصية من الشخصيات الأدبية والفنية المغربية. هذا اللقاء مخصص لسعيد منتسب. سعيد منتسب قاص وإعلامي وشاعر وأديب مغربي، يلتئم الآن يعني مجموعة من الأصدقاء ومجموعة من النقاد والكتاب من أجل الحديث عن المنجز يعني الأدبي ديال سعيد منتسب. وهذا المنجز الأدبي يتراوح ما بين القصة والشعر وكذلك المقالة الأدبية، فضلا عن المقالة النقدية. طيب، هذا اللقاء هو لقاء يعني تكريمي، رساء يعني بعض الأصدقاء أن يحتفوا بالمكرم يعني على طريقتهم، يعني واحد اللقاء حميمي يعني شوبه يعني النقد البناء، النقد الاحتفائي، النقد الاحتفالي. ولهذا يعني اعتبر ان هذا اللقاء هو اللقاء يعني من اجل يعني الوقوف يعني عند يعني ما تحقق لحد الان بالنسبه لسعيد منتسب على مستوى الكتابه الابداعيه والنقديه والشعريه.